Ahí. السلام عليكم. عاملين ايه؟ حد يعرف الفرق ما بين الولد والبنت؟ انا هتكلم النهارده الفرق ما بين الولد والبنات في حاجتين، وهما بيتصوروا، والفرق ما بينهم في الدلع. يعني مثلا البنت وهي بتتدلع على حبيبها تبقى عايشه الدور قوي، وتبقى محتفظه بكرامتها، تتكلم كده: الو انت فين؟ يلا يا زفت تعالى بسرعه انا مستنياك. تبقى كائن حلو. الولد يبقى قاعد وسط اصحابه، ما قلتش حاجه تضحك لسه. الولد يبقى قاعد وسط اصحابه بيتكلم على الجيم وكل حاجه، اول لما البنت تتصل يقلب فرفور يعمل كده: الو ايوه حبيبتي، ويبتدي مرض الرعاش يمسك فيه: عامله ايه؟ ايوه انا تمام، ايوه وحشتيني وحشتيني قوي. الفرق ما بين الولد والبنت بقى في التصوير: الولد يجي يتصور، لسه هو بيتصور يلاقي 15 واحد حواليه ويتصوروا، وفي الصوره بيبقى منظرهم عفاريت. البنت بكل شكل كيوت: يا كوكي يا منى تعالى نتصور. ايه نتصور ازاي؟ يلا يلا كلنا نعمل كده. مراحل التصوير عند البنت تبقى كده: اول لما بتقول تصوير تحس ان في مسمار اتضرب في رجلها، اي كده تبقى واقفه كده، الكعب مع الفخده وتبقى عامله كده اهو، وتمسك القصه وتشاور بايديها الثانيه، يا اما على حبيبها يا اما على غمازه يا اما كده. مره كنت في رحله، فقلت للبنت: ايه ممكن اتصور معاكي؟ قامت قالت لي: ماشي ابعد شويه. طب ما انا بعيد. قالت لي: لا ابعد. بعدت وانا واقف عليكي. قامت قالت لي: يلا نتصور. انت قلت لها: حاضر ماشي يلا هديك الحول. يعني مثلا انت واقفه كده، رقف كده بقى ويلا بس شكرا.